السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مبروك 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 للشعب السوداني القحاطة، لا مبروك للنازحين واللاجئين القحاطة، لا مبروك للشعب البعاني القحاطة، لا قسما بالله العلي العظيم، الليلة أمسخ يوم في تاريخ القحاطة مما أسسوا بني قحط. المساخ الليلة اللي فيها القحاطة والألم والزعل ما حصل نهائي. القحاطة الليلة ممكن يكون أي حاجة ممكن يعملها في نفسه، لأنه خلاص فقد الأمل، فقد الأمل واتبخرت أحلامي معك، خلاص أحلامه ضاعت، أحلامه ضاعت. انتصار كبير جدا 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 جدا، لا فو شك لا فو طق، بيلك طلعنا في اللايف وكنا أول حاجة انتصار. اللي زاع ده كان متوقع، الجيش كان أمس نزلنا الفيديوهات 80 متر 80 متر يا دوب تشوف بعينك، كنا شايفين الفيديو هذاك اللي زاع وهناك حوش الخليفة، نزلنا الفيديوهات يعني الشغلة ضاغطة. الجماعة دي لما شعروا بالخطر عندهم قوات برا وقوات جوا، جاية من برا وجاية من جوا، على أساس إنه يعملوا فرتقة ويقدروا يطلعوا ولا يقدروا يعملوا لقطة. لكن الحمد لله الجيش كان جاهز، 20 جندي قاعدين عساكر بتاعيننا نحن، أولادنا أولاد حلال، قدروا على الأفواج دي كلها ثبتوها، ثبتوها في الأفواج دي كلها ثبتوها قبلها لحد ما جات المسيرات ولعبت فيهم، طلعت منهم شيء لذيذ زي سيما شيء المسيرات. 35 تاتشر عربية استلام، استلام كده رجالة جوه ناشف، مخازن بتاعت أسلحة تكفي السودان لمدة 3 سنة، ما يجيب له طلقة بتاعت مسيرة ولا يجيب له طلقة بتاع الدانة ولا، والنهاية كمية. شكرا لك دولة الشر، شكرا لك دولة الشر، شكرا لكم الأنجاس، شكرا لكم اللوغات، بنركبكم يوم ما حنركبكم. سلاح ثقيل جدا جدا استولينا عليه، أجهزة بتاع التشويش، مسيرات جاهزة استولينا، ما خلينا حاجة. الناس زي صيجوا فيهم جروا ساي، فكوا عرباتهم وجروا الخلع، لقوا نفسه لأول مرة فيس تو فيس مع الجيش، لقى نفسه لأول مرة مواجهة الجيش، كان بيواجه المواطنين، كان بتلب البيوت بيسرق، كان بيواجه الحرائر، كان بيواجه، الليلة لقى نفسه أمام الجيش، هيعمل شنو؟ هيعمل فيها ضبان ذكر؟ خلى عرباته وخلى شيته وخلى حاجاته وشتت. الطيران المسير براهم ما قصروا، جغبون جغيم جغيم جغيم، العدد اللي وصلنا قبل قلنا 200 هسه بقى 300، نزلنا لكم في التليجرام الشيه حقتهم، شوف شيه لا بتنفع تتاكل ولا بتنفع تتختى ولا حتى الحيوانات ما بتقدر تاكلها، دي شيه بتاعت الشيطان. نحن الشيطان لانه جيعان بنقوم نعمل له شيه المسيرات دي خاصه بالشواطين. شواطين الليله ما في، في الصغار 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 لانه الكبار مربطين في رمضان. الصغار الليله جهزنا لهم وجبات دسمه جدا 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 من الوسخ بتاعين القحاطه دي. شيه شيه. طوالي شيه طوالي جاهزه مستويه ولا محتاجه لاي حاجه. شيطان يشيل وياكل. اتمتعنا. الليلة اليوم ده والله العظيم اتمتعنا، الفرحة دي ناقصين نفتش لي علينا زمن، قسما بالله العلي العظيم. شو أنا شفت أسر نازحين في مصر، قسما بالله العظيم الفطور بتاع رمضان نسوا، حفلات وغنى وجياشة وفاتحين وعاملين ومبسوطين، الناس معنوياتها في السماء، قسما بالله العلي العظيم الناس دي معنوياتها في السماء. منو ما بكى؟ منو ما دمع؟ الا يكون ما سوداني. منو ما دموعه نزلت؟ الا يكون ما سوداني.
الا يكون مع سوداني. اي سوداني الليله يتاثر، اي سوداني دمع، اي سوداني فرح، اي سوداني انبسط، اي سوداني جاءوا الامل. في ناس سودانيين شويه كانوا بالاعلام المضلل كانوا ملاوزين، عصا نايمه وعصا قايمه، الليله عصاهم وقفت نهايه ما بتنزل تاني. في ناس كانوا ما قادرين، في ناس كانوا ما قادرين يدعموا عديل، خايفين. الليله طوالي رفعوا العصا بيقولوا معانا معانا، بيقوا معانا معانا. الشغل ده الليله ده ما شغل الليله اذاعه ولا دايات ولا بيت خليفه ولا بوابة عبد الغيوم ولا سجن التائبات، القصه ده اكبر من كده بكثير. المفروض الان وبنقولها بالفم المليان، المفروض الان الجيش ينتشر. ده الصح، الان الجيش مفروض ينتشر يا جماعه. انا بقول لكم بحري دي لو عدت 3 ساعات انا ما اكون بسيوني كان. بحري لو الجيش نزل فيها استمرت 3 ساعات انا تاني ما اطلع لايف في يوم الدين، لانه بحري ما فيها جنجويد. انا قلت لكم ام درمان دي لما بتكلم، ام درمان دي لو الجيش نزل ومشى ام درمان ما فيها حاجه، قلت لكم ما بتاخد زمن. الكلام ده قلته، الناس المتابعين بيسمعوا وعارفين. ليه نحن بنقول الكلام؟ لان احنا متواصلين مع الناس اللي في الارض، متواصلين مع المواطنين القاعدين، متواصلين مع الجيش القاعد تحت في الارض، مع المقاتلين في الارض شايفين بعيونهم ما بتلفونات، مع المواطن القاعد ما نزح ولا مشى قاعد، عارفين في جنجويد ولا ما في. قلت لكم الجيش لو نزل ام درمان، ام درمان حره يا جماعه. شير شير يا جماعه، الصفحه على بلاغات كميه كميه، دارين نحضر بيها الختام، دارين نختم بيها، دارين نحضر بها الانتصار، ما يدمروا علينا. قلت لكم ام درمان دي لو نزل الجيش بحررها، وام درمان نزل الجيش خالف اتحرر. الان انا بقول لكم ازول من كلامي، يوم اللي انطلق جيش حطاب والكدر والاشاره، لو ما دخلون جيش معاون من كرري، لو ما في جيش وما في امداد، ما بتاخد معاهم 3 ساعات. بحري كلها، بحري كلها على بكرة أبيها ما تاخد 3 ساعات. بحري ما تاخد لأنه ما فيها، بحري ما فيها جنجويد. أنا بقول لك ومسؤول من كلامي ده أمام الله، بحري ما فيها جنجويد، بحري ما فيها خالية من الجنجويد، فيها مرتزقة كوادر قحاطة، كوادر الأحزاب، كوادر الرمم، الاسر التافهه، بيوت الهناي، اللهم اني صايم، ديل الفيه. لكن جنج ما فيها، ما فيها. بحري ما بتاخذ زمن 3 ساعات، على مزول التي بحري ما تاخذ اكثر من 3 ساعات، لانه ما في. احنا متابعين وعارفين ما في. الناس ديل الان مشكلتهم شنو؟ مشكلتهم واحد، الليله لو سمحت بالليل المصفى جابوا لك، قال لك المصفى خلاص استلموا الجيش، انا اقول لك مبروك بحري. الليله لو المصفى استلموا الجيش واستلم المصنع بتاع الاسلحه هناك، انا اقول لك مبروك بحري، لانه ذاك المصنع والمصفى زي الاذاعه بالنسبه لبحري. بحري المصفى دي مشكلتها، المصفى والمصنع، تحرر المصفى والمصنع، انا اقول لك مبروك بحري. ارجع ساي 3 ساعات، بحري دي بتتمشط لانه ما فيها حاجه. ام درمان خلاص الجيش خلاص، الليله بكره المفروض ما يقف، لانه الان الجنجويد انهاروا. انا عندي معلومه مؤكده 1000000%، الجنجويد عاملين تمويه الليله، سحبوا جزء من ناسه، قال لهم خلاص احنا ماشيين الخرطوم من حوالي سنار المناطق دي حوالي اتجاه مدني، قالوا ارجعوا الخرطوم كلهم حتى من الجزيره ينسحبوا. الكلام ده فيه معلومه، لكن المعلومه ده انا باخذها عكسيه، انه الناس ديل ناويين لاتجاه ثاني غير اتجاه الخرطوم. قصه الخرطوم دي ما مستحيل يعلنوا، يقول لي دق واحد يدق لامه يقول لا والله انا ماشيين الخرطوم جنجويدي، يقول احنا ما راجعين الخرطوم، قالوا نرجع كلنا الخرطوم. انا ما بصدق كلام زي ده،
انا ما بصدق انه الجنجويد يرجع الخرطوم وكله ناس لا لا، انا بقول الجنجويد تلموا ماشي لهم مكان تاني. الهزيمه اللي جاتهم في ام درمان دايرين يغطوا على بمنطقه تانية في اسرع فرصه. عشان كده مفروض الجيش يكون صاحي، يكون واعي، يكون 24 ساعه ستاند باي، يكون جاهز يتقدم. الناس دي الان ما عندهم لا حول لهم ولا قوه. الناس دي اتفرتوا. التغريده بتاعت الرمه ربع الكلتشي، ربع الكلتشي قال لك عبد الرحيم صيع، منو صيع؟ كلهم قال لهم انا منو. ده شيء طبيعي، ناس زي انهاروا. الان الجيش دي فرصته. والله العظيم يا جماعه بقول لكم الحق، الان دي الفرصه. الان الضربه القاضيه، الان الان الان. انا بقول بحر شنو، طالما انهاروا في اللزاعه وفي مدرمان، حقعد اديهم فرصه لما ياخذوا نفسهم ويفوقوا من الضربه، ولا بتنى لهم وبدبل لهم؟ اكيد مفروض طوالي اعمته، مفروض طوالي تربوا في كل مكان. دي الحقيقه. التاخير ما حبابه. في رحنا الانتصار طاعم يا جيش، يا غياده يا برهان، جيت من هناك ركبت ليه؟ فرحان بالانتصار. شوف الانتصار، الشعب السوداني بيعمل فرحان. الان عندك فرصه. الان ازال ضباطك، استشير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول اللي عنده وحي اللي بيجيب له الصح كامل وبيجيبه له كده بيفكه له كده، كان بيستشير، كان بيسال اصحابه لما نيجي للمعركه، كان بيستخده ليه؟ عشان يخد السنه للناس، يستشيروا الغايد، يستشير بعدين. ما عيب ولا حرام ولا بالعكس، استشير جنودك، استشير عساكرك، استشير ضباطك الصغار، استشيرهم شخصيا، قول لهم ها رايكم شنو؟ شوف بيقول لك شنو، ديل عارفين وديل شايفين بعين، ديل شايفين قدامهم العدد، العدد ده ما راجل بيقاتل ولا عنده حاجه يقاتل ولا عنده شيء. الان ديل انهيار تام، انهيار تام. 125 عربه على 50 موتر، 35 انقطعت، الباقيات كلهم دنيا زايده، كله دنيا زايله، اكثر من 300 جغب دنيا زايله، ولا عندنا جندي واحد الحمد لله والشكر لله انجرح. يا جماعه دي زي المعجزه، زي المعجزه. دم 125 واكثر من التاتشرات واكثر من 40 50 موتر، اكثر انتهينا من اكثر، شلنا منه ال 35 كامله، هون باقي العربات كلها دمرناها. عندهم الموت اكثر من 300 دنيا زايد، نحن ما عندنا ولا واحد انجرح ولا جندي واحد الليله انجرح، ما في. دي معركه بتخليك تتردد تاني في الناس زي ما تتقدم. دي معركه بتخليك تحسيبه، تقول انا احسبه واحتمال. دي معركه طوال بتديك انك انت الان وصلت التوب فوق. الان الناس زي لا حول لهم ولا قوه. انك انت الان مفروض في كل الاتجاهات تدوس طوالي وبنص للنهايه. ابنص للنهايه. الناس دي لا ناس مواجهه ولا ناس تكتيك ولا ناس رجاله ولا ناس ما عندهم اي حاجه، كذب لسان بو. الناس دي زي ما بيقولوا المصري بو بو، لسان ور 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 ور، يتكلموا ونحن مسيطرين ونحن ونحن. في النهايه طلعوا كيس جوافه كبير، في النهايه طلعوا كيس جوافه شوال تمن ما عنده اي قيمه، ما عنده شوال، تشوفه كبير ترفعه تلقاه وزنه نمله. عشان كده الان مفروض القياده تحت الجيش في وادي سيدنا تقعد وتخط الرحمن في قلبه والرحيم في عينه وتعمل الصح، لانه ده انسب وقت، لانك انت تحصد وده الحصاد. الليله اللي اتحصدوا من الجنجويد 300، العربات اكثر، كله كله في مدرمان اتحصد، قوتهم كلها في الصالحه، في كل المناطق اتحصد.
معناته الان ما عندهم لا حول لهم ولا قوه. انا بنزل بشنو؟ بالجوكر، وبخت اللاتو كله، وبعمل اي حاجه ممكن اعملها وانا واثق. طالما معركه زي دي الليله ما عندي جندي واحد اتشلخ، معناتها انا تمام التمام، معناتها الناس ديل لا حول لهم ولا قوه حقيقه، معناتها الناس ديل لا حول لهم ولا قوه حقيقه. عشان كده نحن الان محتاجين القياده الان الان. خلي الفات، خلي الكلام القديم، خلي اي حاجه الان، دي الفرصه. ما في انسب من كده. قبل اليوم سمعناه من الشهيد ايوب يوم دقاهم في المدرعات وعلى الهواء مباشره، قال لكم، قال لكم ده الوقت المناسب، اي وقت مناسب تاني بيجهز، وقال لكم الان ممكن ندمره نجيبه لنا. الوقت المناسب عدى وعدى 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 7-8 شهور. الان في وقت مناسب، كل الناس شايفينه، كل الناس حاسينه، كل الدنيا شايفاه. الجنجويد ذاته عارف نفسه دنيا زايد، القحاطي ذاته عارف نفسه دنيا زايد، الدويلة بتاعت الشير ذاته عارفة نفسه دنيا زايد. البياخر القرار منه تاني. انا بعد ما النجاح الليلة اللي حصل في المعركة والدرس ومسكنا لنا اكتر من 8 مواقع كانت استراتيجية وكانت مواقع حساسة جدا جدا، استلمناها اليوم في ضربة واحدة، 8 عصافير حجر واحد، دي ما حصلت. دي علي بابا ما عملها، دي نابليون ما عملها، 8 عصافير بحجر واحد، حجر واحد، 8 عصافير. دلالة على شنو؟ دلالة على انه النازل ما عندهم تكتيك ولا عندهم خبرة ولا عندهم فهم ولا عندهم شجاعة ولا عندهم الرجال اللي بتخلون يفكوا الطلقة، ما عندهم القلب اللي بيخلون ينشنوا، ما عندهم، خلاص مات. هنا الجيش لو انتظر حتقعد تاني، حيقوموا حيجمعوا قواهم وتاني حيفوقوا من الصدمة وتاني حيرتبوا وتاني احنا حنقعد نحرس. الان ده الوقت المناسب، كل الجبهات تشغيل لون الان في وقت واحد. جبهة سنار، جبهة المناقل، جبهة اتجاه الفاو، جبهة التنبول، الجبهة بتاعت الخرطوم، الجبهة بتاعت بحري، الجبهة بتاعت كله زمن واحد. تخلي الجنجويد ده راسه ما يحك، ما يعرف يعمل شنو. عندنا جيش، عندنا راقد الجيش، عندنا راقد الجيش. لما نحن كل الجبهات الناس دي بنفقدون المنطق، حيكون الاتصال بيناتهم مقطوع، حيكون الامداد بيناتهم مقطوع، حيكون الفزع ما في، حيكون الفهم ما في. الناس ديل ما عندهم الا يصيجوا، يا يصيجوا يا يصيجوا يا انجغموا، ولو صيجوا بينجغموا. عشان كده احنا ما نضيع الفرصه وما نضيع الزمن وما نضيع السانحه جاتنا الان. دي المره الرابعه جينا سانحه زي دي المره الرابعه يجونا ناس مدردقين تعبانين لا حول لهم ولا قوه، مدمرين. نعم، لو ادينا فرصة يومين ثلاثة اسبوعين ثلاثة الناس دي بتفوق من الصدمة، بتفوق وبيجون دعم. الناس دي بيفوقون شنو؟ بيفوقون بالحشيش، بيفوقون بالآيس، بدون قروش بيجيبوا لون الأخضر. الناس دي بيفوقون كده. الناس دي ما عندها وطنية ولا عندها أخلاق. الآن الناس دي في أضعف حاله. انت ما تخليهم ذاته يلموا جراحهم، ولا تخليهم الليله ينوم عشان يفكر. الليله من بالليل، الليله مفروض طوالي 3 رمضان الجزيره تظلم، 3 رمضان بحر تظلم طوالي. ده اللي بنعرفه، ده اللي بنعرفه. والكلام ده ما بنقوله ساي، بنقوله بعد سؤالنا لجيش، لعسكر كبار في الخدمه وخارج الخدمه. بيقول لنا ده الوقت المناسب. ضابط كبير بيكون حصل فريق ونزل، بيقول لك ده الوقت المناسب. لواء في الخدمه بيقول لك ده الوقت المناسب. نغيب الان شغال بيقول لك ده الوقت المناسب. رائد يتواصل بيقول لك ده الوقت كل الناس مجمع على انه ده الوقت المناسب. عشان كده نحن لما نجي نتكلم بنتكلم بقلب قوي.
عشان ما يقولوا ما فاهمين، لا بنزعل حتى نجي نتكلم، بنزعل اهل الشعب الناس اللي عندها خبره بيتكلموا معانا كده تمام. لكن الان الوقت المناسب، الجيش في مدني اتواصلوا معاه، رتب اتواصلت مع دفعات هناك قال لهم احنا جاهزين حارسين التعليمات بتقدروا، والله قال لي ساعات نكون جوا مدني، جوا مدني ما عندنا حاجة موقفانا إلا التعليمات، ده الوقت المناسب للتعليمات، خلي الناس تفرح، خلي الناس ترد تترد لها روحها، خلي الشعب السوداني يجيه أمل أنه بلده جاءت خلاص. الليلة الفرحة دي دخلت كل بيت، الجيعان فرح والشبعان فرح والعيان فرح كل الشعب السوداني فرحان، إلا كلاب الأمارات، إلا كلاب السفارات، إلا الكلاب اللي ما عندهم شرف اللي ما عندهم أخلاق، إلا شلة يخص، إلا الناس اللي ما عندها دين ولا عندها إيمان ولا عندها وطنية، إلا أخوان الشيطان اللي ما فرحوا للانتصار ده. لكن الشعب السوداني الليلة كله على بكرة أبي، على بكرة أبي فرح، طلعوا مسيرات، طلعوا في الشمالية، طلعوا في نهر النيل، طلعوا في الخرطوم، طلعوا في بورسودان، طلعوا في القضارف، طلعوا في كل الشعب السوداني مع الصيام ده، لكن كله طلع كله فرحان. شفنا الدموع بتاعت المذيعين اللي بيذيعوا في التلفزيون الهون، شفنا الزغروتة التاريخية بتاعت نسرين، زغروتة تاريخية، الزغروتة دي ما بتطلع ساي، الزغروتة دي ما بتطلع إلا في قمة الفرح. شفنا نجود بالزغر 6 مرات على الهواء مباشرة، شفنا التلفزيون الليلة عبارة عن ملحم، تلفزيوننا اللي بيمثلنا الليلة عبارة عن ده، حقنا ده التلفزيون ده، حاجات اتصلحت دي، حاجات نقول مبروك. شفنا الناس زينا الليلة، شفنا الزغاريد دي بتمثل الشعب السوداني، والبرنامج كله لو كان قلبوه زغاريد ولا كلام الشعب كان مبسوط، كل البرنامج لو كان انقلب زغاريد بس تتصل الو السلام عليكم تزغرد والله الشعب كان انبسط. ليه؟ لانه الشعب فرحان يا جماعه، الشعب بعد الالم وبعد الحزن وبعد الفقد وبعد الان جاته فرحه، جاته فرحه زي دي، بخليها ما بخليها، والله العظيم ما بخليها. عشان كده يا غياده ده الوقت المناسب، ما في هنا التأني، ما في هنا تأني، وما في وقفة وما في انتظار، انتظار بتضيع الفرصة، وبنبدأ تاني نحسب والحسابة تحسب. احنا قلنا زمانك وقلنا قبل ام درمان ما تتحرر وقلنا متأكدين منها ام درمان دي ما في حاجة، ونرجع نشغل اللايفات والله ولم نتكلم، بس نشغل اللايف القديم وتسمع الكلام، ام درمان دي ما في حاجة، قلت لكم لو الجيش مشى ام درمان دي ما في حاجة، والله هذه شهر ما عدتها أم درمان جاء، شهر الجيش يتقدم هجوم أم درمان جاء، أم درمان جاء جاءت هاي جاءت، معناتها في حاجة غلط، معناتها في ناس احتمال ما نصفها بالخيانة، ما عندها بعد نظر، ما عادي، ما إنسان إنسان، ممكن أنا أكون عندي حاجة، ما يا جماعة الإنسان ده ما مكتمل، الإنسان بيغلط، إحنا بشر، ما الا تكون منزه كامل كده ما بتغلط، ما في زول كامل، ما في بني ادم كده كامل كده كله كامل بيفكر صح وبكل حاجه، لا لا معلش بشر، لو بكلنا ما كاملين ومنزهين المفروض نكون ملائكه، احنا ما ملائكه، احنا بشر وانتوا بشر بتغلطوا وبيصيبوا، لكن احترفوا مره واحده انكم غلط، احترفوا مره واحده صلحوا غلطكم، اغلطوا لكن صلحوا الغلط، لكن تغلط وتتمادى في الغلط انت بتضيع علينا بلد، انت بتضيع علينا بلد. الانتصار ده ما جاء بالطريقه بتاعتكم، الانتصار جاء بمخالفه بتاع التعليمات، ودي الحقيقه احنا عارفين، ولو في الدنيا اتكتبت بتتكتب يوم كده خالف كده وخالف الفلان الفلاني، وده الفيديو حقهم ملصق، معناته في حاجه الان مفروض الان الجيش يفك اللجام، ما دارين فك لجام في الإعلام، ما دارين فك لجام في الإعلام، دارين فك لجام بإشارة،
مكتوبة إشارة حول أبدا الهجوم. هنا ده فك اللجام، ما فك اللجام يكون بفوق وبتحت، ما في فك لجام، احنا دارين فك لجام دغري، لأنه ده الوقت المناسب وده الحتة المناسبة، والشعب كله والله العظيم فرحان، كل الشعب السوداني الآن فرحان، بس اللي زعلي كل الشعب السوداني والله، من الجنينة لبور السودان ومن الجبلين لحلفا، كل الشعب السوداني مبسوط، ومبسوط عديل فول 14. عشان كده يا غيادة في كلنا اللجام، في كل لجام، خلوا الجزيرة تتحرر، خلوا هنا يصوموا، خلوا الناس تفرح، خلوا البلد تنظف من العفن الرمم الحاجة، لو ما جبنا رجالة، لو ما كنا بيدنا، ما المجتمع الدولي ما بأكلنا، احنا دارين ناكل بيدنا لما نشبع. عندنا جيش، عندنا جيش يسد عين الشمس، عندنا جاهز فوق تحت، مدرب احدث ما يكون. والليله شفنا الحاصل في ام درمان، في ام درمان ديل النخبه بتاعت الجنجوي، ديل القوات النخبه، ما من الصومال، من اثيوبيا، من اليمن، من ليبيا، من تشاد، من النمل، بيفتش فيهم كده بالتلفون عشان يطلع سوداني مالك، بيفتش فيهم بالتلفون في الجثث عشان يجيب لنا سوداني، يقول ده مالك سوداني. جيشنا ده انتصر الليله ولا شلخه ما في، انتصر على غيامه كميات، انتصروا عليهم ولا شلخه ما في. طيب تاني في شنو تاني بننتظر؟ ما في حاجة. مفروض الآن بقلب قوي الإشارة تمشي. الليلة مفروض بقلب قوي السحور جوا مدني. جوا مدني من كل الاتجاهات، ما اتجاه واحد، ما اتجاه، كل الاتجاهات على شرط عشان ما يكون في فزع. من اتجاه المناقل، من اتجاه الشرق، من اتجاه كل الاتجاهات إلى مدني. وحاط الله الجنجاويد ديل ما يعرفوا يمشوا وين، الشغلة باينة، ولا داير لا مترجم، ولا داير لا زول فاهم، ولا داير لا زول عبقري عشان يطلع يشرح، الدنيا كلها واضحة فيها، الأمور واضحة. نتمنى من القيادة تستثمر الفرح وتعاين وتوعي وتشوف ضمير، تراجع ضميره وتعاين للشعب السوداني قبل تعاين لأجندته الشخصية. انت لو داير تحكم بتحكم بيننا نحن، لو داير تبقى نظيف بتنظف بينا نحن، لو داير تشيل الكرسي معاك بنديك لنا نحن. انت دي حاجة تخدها في راسك، طالما معاك شعب والله ما في عالم يعمل لك حاجة، طالما عندك حاضنة شعبية كاملة معاك والله لا مجتمع دولي ولا مجلس أمني ولا محاكم دولية ولا جنايات دولية يقدر يهبشوا شعره منك. دي الحقيقة والله، الواحد فيكم يدوس بقلب قوي وهو مسدود على الشعب السوداني، يعمل الصح، والصح احنا ما دارين غير الصح، احنا ما دارين غير الصح، احنا دارين الصح، وصح الصح انه الان، انه الان 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 الاشاره تنزل لكل الناس، لانه احنا عارفين انهم جاهزين، شايفين انه الدنيا كلها عارفه، هذول الجيش جاهز كله فوق مسيرات وكله، اديه طوال يقول لا تقدم، ما تخلي، ما تخلي دق الحديد وهو سخن، خليه بالتاني معك، ما تخليه برد. الان احنا مطالبين القياده عنا الان 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 الان. الله يديكم الصحه والعافيه، شكرا للناس اللي رسلت، شكرا للناس اللي هنت، شكرا للناس المبسوطه، شكرا للناس اللي ساندت، شكرا للناس اللي وقفت، لكن ده كله واجب علينا، ده ما حاجة احنا بنعملها فوق، لا لا بالعكس، ده واجبنا، ده الواجب الطبيعي لأي وطن شريف، أي وطن شريف مفروض يكون واقف داعم جيشه، ده المكان الصح، ده مكان ما داير شكر ولا داير زول يشكروه ولا داير زول يدوه هدية ولا داير زول يجيبوه يكرر، لا لا، ده الطبيعي لأي مواطن سوداني عنده أخلاق وعنده شرف، أنه الآن يدعم جيشه ويقف مع جيشه إلى أن يتحرر الوطن. الوطن تحت الاستعمار، الوطن ما به خير. لكن الآن
في ملامح بتاعت وطن، في ملامح بتاعت انتصار، في طريق اتفتح، في نور اتفتح، احنا دارين نستثمر بالقرار السليم، بالقرار السديد، بالوقفة، بالدعم. الآن 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 الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء وأبى من أبى، وبكيفنا ما بكيف أي رمة. السلام عليكم.